خد نفس عميق. كانك انا حاسه ان انت حاسس بنفس الاحساس اللي وقفته اول مره قدام الكاميرا. عشان كده انت كنت بتضحك. مظبوط مظبوط. طب قول لي ايه اللي حصل اليوم ده؟ طبعا دلوقتي ممكن اقول كده، بس وقتها طبعا ما كانش كده. انا عملت اغبى حاجه ممكن ممثل يعملها في العالم، يعني اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص ليها علاقه بتصوير السينما اطلاقا. كل علاقتي بتصوير السينما ان انا عملت مشروع اتنين في معهد سينما مشروعات لاصحابنا واللي هم كانوا بيبقوا مشاريع تخرج، فلازم يعمل فيلم وبتاع. كان بيبقى على مستوى يعني سكيل صغير جدا، يعني مشروع تخرج يعني. فكنت قاعد مع ناس اصدقاء ليا في معهد فنون مسرحيه وقاعدين ما بنعملش حاجه يعني. فوقتها كان مساعد المخرج الاستاذ علي ادريس، فجه بالصدفه واحنا قاعدين، فبص نده عليا، كنت اعرفه يعني، فكان بيتفرج عليا في المسرح يعني، فنده عليا فقال لي الاثنين دول مين وبتاع. قلت له اصحابي، احنا ده طلبه هنا وبتاع. قال لي طيب يلا عايزينكم وبتاع. قلت له ايه في ايه؟ قال لي هتمثلوا فيلم الاستاذ عادل امام اخراج الاستاذ شريف عرفه، يلا هتعملوا ارهابيين. بص كده قال دول تدوا ارهابيين، تعالوا. انت كنت عامل شعرك ودقنك فعلا مدي شكل يعني ارهابي تمام. لا مش مدي شكل حضرتك، ده كان شكلي اصلا ساعتها يعني. انا بقول لك شكلك كان كده بصراحه. وشعري كان قد كده وبتاع. فرحنا، كان تصوير في استوديو مصر، فرحنا استوديو مصر مش فاهمين اي حاجه ومش عارفين اي حاجه خالص. وشريف عرفه الاستاذ طبعاً شريف عرفه استاذ يعني شريف كمان عرفة. في الزعيم عادل امام وصل للبيك بتاعه وذروه التوهج والتالق في المرحله دي يعني. لا هما الاسمين يخضوا طبعا. وحفظنا كل واحد بيقول ثلاث اربع جمل كده زي ما حضرتك شفتي كده، حفظناهم على طول وجاهزين وبتاع وتمام. وبعدين وقفنا احنا الثلاثه كده زي ما موجود في المشهد، وفي السينما في معده كده اسمها شريو. الشريو ده عامل زي قضيب الترماي كده، الكاميرا بتتحط على العربيه عليه بعجل وبتتزق مع الممثل وهو ماشي. فالشريو ده اتحط، انا كان اول مره اشوف في حياتي الشريو يعني، مش عارفه بقى، ما اعرفش ده ايه اصلا، ومتوجس جدا ومستريب جدا في المعده دي وشكلها غريب وبتاع، وناس كتير عليها وحد بيزق بمقدار وبتاع. والاستاذ محسن نصر مدير التصوير قاعد على الكاميرا، والكاميرا محطوطه فوق الشريو وانا مش عارف اصلا ايه ده، والاستاذ شريف عرفه ماشي معاه، فبنعمل بروفا. فالاستاذ رياض الخولي دخل بيقول جملة، فالزميلي اللي واقف على شمالي ده بيرد عليه بجملة، وبعدين الأستاذ رياض جه قدامي كده وقال جملة المفروض إن أنا أرد أقول الجملة. ما ردتش؟ فما ردتش. فثانية اتنين وبعدين خدت القرار، فرحت باصص ورايا وبصيت للأستاذ شريف ورايا، قلت له بالنسبة للجملة أنا هقولها بقفاية كده ولا هنتصور إيه إزاي؟ بمنتهى